لاعب من ذهب، لاعب ملهم، كاميرات العالم كلها توجهت إليه. معانا البطل إبراهيم حميدتو، لاعب المنتخب المصري لتنس الطاولة. إبراهيم مساء الخير أولا، وكلمنا بقى عن يعني الكواليس، كواليس البعثة وفي نفس الوقت تكريم الرئيس ليكو. ازي حضرتك يا استاذه خلود؟ يعني انا سعيد طبعا ان انا موجود معاكم النهارده، ومعايا اسطورتنا الجميله الام والاخت والصديقه الدكتوره حياه خطاب. بجد يمكن الفتره دي الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى عزنا بتيم كامل النهارده من القيادات اللي واقفه في ظهرنا عشان نحقق الانجازات اللي احنا عملناها. طبعا بدايه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معالي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، الدكتوره حياه خطاب. طبعا دي يعني شهادتي فيها مجروحه، لان طبعا هي ام واخت وصديقه بالنسبه لنا كلنا، وكانت معانا في كل مكان. الاتحاد المصري لتنس الطاوله بجد، يعني لجنه البطل البارالمبي، المركز الاولمبي، كل دول كانوا واقفين في ظهرنا. فعشان كده النهارده الحمد لله رب العالمين احنا يعني كنا سعداء الحظ ان احنا ربنا يكرمنا بالمجموعه دي عشان النهارده نقدر نحقق الانجازات اللي اتحققت. ابراهيم ان شاء الله الذهب في 2024؟ والله يعني انا ما اقدرش اوعد، لان حضرتك عارفه ان المنافسه بالنسبه لنا يعني قويه جدا، بالنسبه لنا بالذات، لان طبعا الكلاس اللي انا بلعب فيه كلهم بيلعبوا بايديهم، وانا يمكن الوحيد اللي بلعب ببوقي، فالمنافسه صعبه جدا، ولكن ان شاء انت الله. قدها يا ابراهيم، انا واثقه ان انت قدها، وكفايه انه العالم كله كان يعني بيتكلم. انت فعلا رفعت علم مصر، احنا فخورين ان انت مصري رغم التحديات ورغم الظروف، ولكن شرفتنا يا ابراهيم، وده بجد بجد مش بعيد عنك ان شاء الله. يا رب. البطل ابراهيم حميدتو لاعب المنتخب المصري لتنس الطاوله، شكرا لك.